بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بالجميع. ضمن سلسلة وثيقة وتعليق والتي نرصد فيها تاريخ الشخصيات والأسر والقبائل في خليجنا العربي ضمن مشروع ديوان الخليج، أضخم قاعدة بيانات خاصة تعنى بتاريخ الخليج وحوادثه وشخصياته وأسره وقبائله، وتضم مئات الألوف من الوثائق العربية والعثمانية والبريطانية والفارسية والبرتغالية. أقف هنا مع وثيقة ذكرت أحد الشخصيات البارزة في ذلك الوقت في تاريخ الكويت، خالد مساعد الكليب رحمه الله تعالى. وهذه الشخصية من الشخصيات التي لم تعط حقها من التوثيق والمعرفة، خاصة أنه قد توفي مبكرا نسبيا في أواخر الخمسينات الميلادية تقريبا. خالد مساعد الكليب رحمه الله تعالى يا سادة أحد الكويتيين والوطنيين البارزين، والذي كان يعبر عن حبه لوطنه برفضه لأي وجود بريطاني أو تدخل في سياسته كحال بعض الكويتيين في ذلك الوقت. وسواء أصاب أو أخطأ في تصرفه، إلا أنه لا يشك أحد أبدا في وطنيته وحبه لبلده. ولما رأى أن المصلحة تقتضي أن يخرج من الكويت، خرج مع بعض الكويتيين إلى العراق، ثم أبحروا إلى بومباي واستمروا هناك يمكثون في الهند. وقد كانت الهند في ذلك الوقت، أنا أتكلم الآن عن حدود سنة 1940 من الميلاد بعدما يسمى بحادثة سنة المجلس في الكويت، كانت الهند في ذلك الوقت تعج بالكويتيين والخليجيين من التجار البارزين والذين كانت لهم مكاتب تجارية هناك. فلا يكاد يوجد تاجر في الكويت أو في الخليج وله بصمة حاضرة وملاءة مالية إلا وله مكتب في بلده وفي البصرة وفي الهند أيضا. فلما وصل خالد مساعد الكليب ومعه صاحبه عبد الله ابن راشد العبد الله العبد الغفور، ومعهم أيضا سبقهم إلى ذلك محمد البراك الفضالة رحم الله الجميع، وصلوا إلى هناك ورأوا أنه من المهم أن يوفروا لهم لقمة عيش. ولذلك عملوا في أول أمرهم عند أحد التجار النجديين الموجودين هناك، وهو صالح البسام رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك رأوا أن يستقلوا لهم بمصلحة خاصة، ففي حدود سنة 1945 استقلوا بعمل خاص لهم تشارك فيها راشد عبد الغفور مع ابنه عبد الله مع خالد مساعد الكليب، وعملوا في التجارة. إلا أنهم كانوا تحت أعين الإنجليز والحكومة الهندية في ذلك الوقت، ورأت أنهم قد دخلوا إلى الهند بطريقة غير رسمية، كما أنهم كانوا قد عملوا بتجارة الذهب. تجارة الذهب في ذلك الوقت كانت سوقا رائجا في الهند، كانت يأتي الذهب من باريس مرورا ببيروت ثم إلى الخليج، فيأخذه الخليجيون ويصدروه إلى الهند. هناك من يشتريه من كبار تجار الهند. وبطبيعة الحال منعت بريطانيا في أوائل الأربعينات الميلادية هذه التجارة، وهي تجارة لا يمنعها القانون لكنها الغطرسة البريطانية، ولا يكاد يوجد تاجر من تجار الخليج إلا وعمل بهذه التجارة قبل المنع وبعده. وعندي قائمة ببعض الكويتيين الذين منعوا من دخول الهند بسبب هذه التجارة التي كانت تراها بريطانيا في ذلك الوقت محرمة. وهناك عندي بعض الأخبار النادرة التي يطول ذكرها، كيف أن الكويتيين والخليجيين كانوا يفرون من هذا المنع البريطاني بما يسمى بتهريب الذهب إلى الهند. خالد مساعد الكليب وراشد العبد الغفور عملوا بتجارة الذهب حتى في وقت المنع، ولذلك هم دخلوا بصورة غير رسمية كما أنهم عملوا بتجارة الذهب. وهذا هو السبب الذي أدى إلى أن يلقى القبض عليهم ثم أن يودعوا السجن ثم رحلوا بعد ذلك إلى الكويت. أنا أتكلم هنا من خلال ما بين يدي من الوثائق البريطانية، وبطبيعة الحال المعلومات ما زالت شحيحة عن هذين الرجلين على وجه الخصوص، وإن كان محمد البراك قد أفاضت الوثائق البريطانية والمصادر العربية أيضا في ذكره، لأنه كان يعد ثائرا من غير ثوار، فهو رجل شهم ووطني بارز، إلا أنه توفي صغيرا ولم يهيئ له أن من ينصر مبادئه، وإن كان كما نعرف بطبيعة الحال الظروف التي كانت في ذلك الوقت. كل هؤلاء ماتوا وآخرهم موتا
هو العم راشد العبد الغفور رحمه الله الذي توفي في الثمانينات الميلادية، وأخبارهم ما زالت يعني مخفية عن كثير من الناس. وخالد مساعد الكليب رحمه الله هو والد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السابق الأستاذ أحمد خالد مساعد الكليب أبو خالد، يعد من الشخصيات الوطنية البارزة وممن تبوأ مناصب رفيعة، وهو سليل أسرة كويتية معروفة لها تاريخها العريق سياسة وتجارة وبرا وخيرا، نسأل الله أن يبارك بهم. هذا مما هو موجود في هذه الوثائق، ولعله لاحقا إن شاء الله نقف مع هذه الشخصية أو غيرها من الشخصيات الخليجية الوطنية. نراكم على خير.